اوه ماي جاد، شوف شفت الهند. ويل يلا لا 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 يلا قبل خلاص بس بس بس. السلام عليكم حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. شارك سلام حبايبنا، مثل ما انتم شايفين اليوم نزل سكين اسطوري للشوتجن حبايبنا. قبل باش هذا المقطع لا تنسوا تحضروا نزل اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. احلى ناس شباب، كثير من المتابعين عم يتابعوا، كثير من الحلوين عم يتابعوا. شباب ما عم يشتركوا، شباب بتمنى بكل اسطور عم يتابع ينزل لتحت ويشترك حبايبنا. ولا تنسوا شباب تروحون على الانستغرام الموجود تحتي هون شباب اليكو اف اف. اوكي حبايبنا، دائما بعمل دائما مسابقات واشياء جميله، وبنفس الوقت بتشوفوني دائما موجود على البث المباشر يوميا على الساعه 6 بتوقيت المغرب العربي على منصه الفيسبوك. يلا يا شباب خلينا نبلش شباب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليتس جو. وين السكين؟ يلا وينه؟ طبعا شباب السكين هذا عن جد يعني شيء مرتب. خلينا نشوف الخاصيات. عندنا هون الضرر واحد، تمام؟ عندنا الضرر واحد شباب، هذا اول شيء، اول نقطه حلوه للسكين، تمام؟ وعندنا هون شباب الاحكام والدقه، يعني الدقه فيه يعني كثير دقته حلوه، تمام؟ ولكن عندنا هون مدى خفيف شباب، فهمتوا على كيف؟ يعني من بعد مش توب توب، اوكي؟ بس ولكن مع يعني من قرب وضرر يطلع حلو كثير كثير، اوكي؟ خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، مثل ما انتم شايفين خلينا نختار قم بزاد نقطة، نعمل نشيل الشيئين، اوكي؟ نشيل هذول على اليسار، اوكي؟ ليتس جو. لو يا اخي حطوا ثلاث مرات هيك ولا يا الله. اوكي شباب، أول لفة شباب، قول بسم الله الرحمن الرحيم. ليتس جو. لا. ليتس جو. يلا 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 يلا. يعني بليز. يلا يلا تاني لفة 29 شباب. يلا هذا هو هذا هو MP40 شباب. لازم اعمل فيديو افتح فيه كل الباكجات حبايبنا. نفتح هاي، شو هاي؟ اوكي يلا لف لف يا جميل، لف يا جميل، لف يا جميل، لف يا جميل، لف 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 لف. وات ايش هي 99؟ يلا ليتس جو ليتس جو شباب، يلا ليتس جو. هذا هو ما شباب تعرفوا يعني حظي دائما بعرف هيك الاشياء. مره شباب مره واحده اجاني السكين من قبل من قبل من قبل الاخيره، يعني جد كنت وقتها مبسوط كثير، بس كانت مره واحده شباب، ومره واحده ويمكن اول مره واخر مره يعني، هذا شيء اكيد. الاي كي، اوكي خلينا نعمل هيك نعمل هيك، كم واحده باقي؟ الاخر لفه. يلا ان شاء الله هي تكون زبيل حال. يلا بلو يلا يا جميل. لا حول الله يا زلمه يا زلمه. ثواني شباب نشحن. ليتس جو. اوكي حبايبي الكرام، هيك بقول شحننا يا اساطير الجواهر. يلا بلانت منه هذا اخر واحد شباب، خلينا ندخل نروح نثبته ونجربه على السريع يا اساطير. تاك وينه 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 بندق. هذا هو شباب، بس رح نعمل مقارنه بسيطه شباب بين الثانيين. هذا بالمدى فيه اثنين، فيه سرعه الحركه، هون عندنا الضرر، وهون عندنا ال 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 الاثنين. بس بالاخر رح ندخل نروح نجرب هذا يا اساطير، خلينا ندخل نجربه. ليتس جو. بنعمل عرض ولا بلا بنعمل عرض؟ يلا خلينا نعمل عرض. اوكي anyway. يلا ندخل نروح نجربه شباب. بس هذا الشباب هذا معقول شباب؟ والله صراحة شباب انا صراحة فايق بكير، وما عم اتذكر اذا هو هل يا ترى هذا كان نفسه اللي الشوتجن اللي ال 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 شو اسمه ال القديم هذا هو، والله ما بتذكر شباب الصراحه يعني، بس لا هذا هو هذا هو. اوكي anyway شباب، لا اذا هذا هو شباب هذا شوتجن اسطوري هذا. بكون شباب انا فايق بكير وما بعرف يعني ما بعرف. ندخل على التدريب نلعب شوي وشوف وضعه. ليتس جو. اوكي يا حلوين خلينا ندخل نحط نثبته، لانه هذا شباب هذا الشوتجن يعني من اول سكنات الشوتجن اللي كان هذا هو. انا ثبته ولا ما ثبته شباب؟ كل شباب انا دايخ، كل شباب انا دايخ. شباب هذا شكله ما تثبت. ثواني، لا لا طلع متثبت يا شباب. انا ما بعرف شو صاير لي شباب، ما بعرف ليش هيك شكلي بالي مصحصح حبايبي، بالي مصحصح من الصبح. لا هذا مثبت مثبت. يلا خلينا ندخل نجربه شباب، خلينا ندخل نجربه. ليتس جو شباب. والله الصراحه يعني باين علي انه مالي مصحصح. يلا
بينتر مع ال 117 يعني سوري. ما خلينا نحط هذي نضرب هذا، نحط له حط له درع درع له درع ثلاثة ولا نحط له نحط له هذا الدرع تمام، نحط له هذا كمان. خلينا نشوف كيف وضع الدرع ثلاثة وشو نشوف. نضرب سبعة سبعة سبعات على الهيد أول، يعني هو عش يعني عش بنش على الهيد وضع الهيد بيجيب ده بعد شوي لورا كمان شغال. هالمسافة حلوة هاي، مسافة جميلة يعني من بعيد 75. خلينا نضرب هون، شايفين عم بضرب هون 16 12. خلينا ننزل له شوي من الأشياء، خليك نزل يعني هيك شباب بفوز بالطيب يعني من بعد يعني هيك. هالمسافة هي هي مسافة يعني نلعب ورمات وبس ورمات هذول كلياتها، فهمتوا علي؟ يلا ندخل تحت جوا التدريب ونجربه. يو صراحة شباب هي ساحة التدريب، هي ثالث مرة بلعبها. نضرب هيك المبربر شوي كافيه دايما عم نحرك بالنسبة للبربرة شاب شو تقول؟ بربري جميل جدا. اوكي خلينا نروح نشوف دمنا عمل هيك، نحرك شوي الاصابع نجربه هيك بالحركة شباب. بس ماشي يعني مبين حد يعني وين شو عم يصير بالارض. وادي بربر شو تقول؟ والله شي لوز. دمي اربع شباب، دمي اربع يا لطيف، دمي اربع يا حبيب. يلا يلا وين الناس وين الناس؟ اقتلوني يا اخي خلصوني. هذا عليهم بالهيد شوت. شوف 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 الهيد شوت جبته، مين طيرت له الخوذه يا زلمه. تعال 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 يا شي شي تعال. ابلع ابلع. مات في لاج. اخي طلع انت وحدك كل ده بدك تيب. لا بس والله شباب ماشي مشي الصراحه ما اعرف جربوا شباب الرومات كمان ونعطيكم راينا بالرومات. هذا ما عليه واقف فوق راح يموت. طيب خلينا نفوز شباب. ويل اوه ماي جاد شباب شفت الهند. ويل يلا لا 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 يلا قبل خلاص بس 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 خلاص لونه بس شباب لونه بس. حبايبنا الكرام سوي زبط الكاميرا زبط كل شيء زبط يعني حبايبنا. هي بيكون انتهى مقطع اليوم يا اساطير، ان شاء الله عجبكم المقطع يا احلى ناس. اعطونا رايكم بالتعليقات يا حلوين، لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير يا حبايبنا وتشتركوا بالقناه يا احلى ناس. ماشي ونشوفكم ان شاء الله المسا ببث جديد ونلعب فيه ونجربوا برومات ون بس ون حبايبنا المسا على الساعه 6 ماشي. والسلامات ونشوفكم على خير. باي باي.